إلا قول لي يا بوي، مين الراجل اللي وصل العلف لحد عندنا في المزرعة النهاردة؟ ده الغريب ولد أخت الحاج عبد الجليل، وهو مربيه من صغره كيف ولده تمام، اكمنه يعني يتيم والديه، بس الشهادة لله جدع زين وراجل مفيش زيه واصل. عشان كده الحاج عبد الجليل مسلمه الشغل كلاته وعمله دراعه اليمين. كيف ما انتي دراع اليمين كده؟ دراعك اليمين؟ مش بس كده، دراعي ورجلي اللي بمشي عليها ونور عيني كمان. بنتك مكسوفة. ما خبرش هنعمل ايه لما جميلة تتجوز. ربنا يسعدها ويرزقها بولد الحلال. راحت ولا جت مسيرها البيت جوزها، ربنا يبعت لها ابن الحلال. يا بوي شقة حلوة قوي، بس كبيرة قوي قوي يا بوي، ما كان كفاية الشقة ام مطرحين بتاعت السنة اللي فاتت. لا يا احمد، لا، الشقة دي احسن كتير، يعني عشان تاخد راحتك وحد من زملائك جه عشان يذاكر وياك يلاقي مكان يليق بمقامك. هي غالية صحيح، لكن تعرف انا عناية عليك، مفيش حاجة تغلى عليك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بوي. هشوف الباب. الحاجات اللي طلبها جناب العمدة اهي، والباقي اهو. خلي الباقي عشانك. ايوه بس ده كتير قوي حضرة العمدة. خلاص الحاج انا، خلي الباقي عشانك. الف شكر الف شكر. اتفضلوا ليانا. تعيش الف شكر. اتفضل يا حاج. اتفضل. لازم ان يكتف الفراخ. اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفرج عليها ولا ايه؟ ما تاكل. هاكل هاكل يا حاج هاكل. خابر يا حاج، انا عمري ما شفتك قاعد ويا جد الله يرحمه بتاكل لوحديكم. عيش عندك حق، جدك الله يرحمه كان له هيبه يخوف. امي لما كان يجي يتغدى كانت تقفل علينا ما نخرج إلا لما يأكل ويخش يرتاح ويقوم يشرب الشاي وبعدين يخرج يقابل ضيوفه في المنظرة. خابر يا أحمد. أيوه. أنا فاكر إن إحنا ما سلمناش عليه باليد إلا وهو راجع من الحجاز. الله يرحمه. بقول لك إيه، طب بتبص لي كيف يعني؟ بلاش يا ابوي. ليه؟ قول. من غير زعل. قول يا ولدي من غير زعل. وانا صغير كنت بخاف منك موت، بخاف منك قوي قوي. بس كنت دايما احس ان من جواك طيب وقلبك كبير. مره كده كنت عايز منك قرشين، فقلت لاخويا عبد الرحمن الله يرحمه خش قول لابوه، قال لي لا. قلت له خش يا عبد الرحمن قول لابوه، قال لي لا. قلت له طب هخش انا، قال لي انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ هتخش تقول لابوك؟
قلت له دي قلت اهو ابوك. طب لو ما قلتش لابويا هقول لمين؟ والغريبه يا ابوي انك ضحكت واديتني الفلوس من غير حتى ما تسالني انا عايزهم في ايه. لساك فاكر؟ اه طول عمرك جريء يا ولدي. شوف يا احمد، اي اب في الدنيا عايز يشوف ولاده سعداء اسعد منه، وانا اليوم اللي انا عايش عشانه لما تتجوز ان شاء الله وتجيب احفاد من صلبي. ربنا يديك طول العمر يا ابوي ويخليني دايما عند حسن ظنك. قلبي وربي راضيين عنيك يا ولدي، الحمد لله. ما اكلتش يا ابوي؟ يا دوب نخش ننعس شوي على ما تعمل لي كوبايه الشاي، وبعدين اقوم افوت على عمك عصمه واجب برضه، لان لازم اعاود النجع الليله. فين الحمام؟ الحمام من هنا يا ابوي. تفضل 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 يا حاج. كيفك يا بلدينا؟ سيادة النائب موجود؟ موجود يا فندم. اقول له مين؟ عبد الجليل. تفضل حضرتك. تفضل. الحاج عبد الجليل عايز حضرتك. الحاج عبد الجليل؟ معقولة؟ حاج عبد الجليل؟ اهلا وسهلا. اهلا يا حاج عبد الجليل. اهلا. كيفك يا سياده النائب؟ الله يخليك. ازاي الصحه؟ نورت البيت. اهلا. وانت مش معقول اكون في مصر وما اطمنش عليك. الله يخليك، فيك الخير. اتفضل عبد الجليل. اتفضل. اهلا بيك. ازاي اهل مكه؟ كلهم بيسلموا عليك. وازاي اولادك؟ بيبوسوا يدك. خابر سعادتك ان احمد قرب يخلص الهندسه ما شاء الله، وفاطمه خليتني بقيت جد. ربنا يبارك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي عبد الجليل؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا هانم. وازي الحاجه بدريه والاولاد؟ بخير يا هانم وبيسلموا عليكي. انا كان نفسي اقعد معاكم شويه بس للاسف مضطر امشي عشان عندي اجتماع، بس انت اكيد معانا على الغدا يا حاج. لا اعملي معروف يا هانم، بلاش الغدا دي، اعملي معروف. ازاي يا حاج؟ ودي تيجي برضو؟ ما بقدرش اسيب الحجه مشغول عليا وعلى احمد.